حنروح لنستحضر ذاكرة ما غابت ولا بيوم عن المجتمع السوري. 14 نيسان من عام 2020 هو الذكرى الخامسة بعد المئة للمجازر التي ارتكبها العثمانيون بحق الأرمن. وصمة العار في ضمير التاريخ التي أدانتها سوريا بشكل رسمي سواء عبر مجلس الشعب ومن خلال إحياء صوت الحق والحقيقة. لنحكي بشكل موسع عن هيئة الذكرى. بيسعدنا نرحب بالباحث والخبير بالشأن التركي الدكتور سركيس برونسوزيان. صباح الخير. أسعد الله صباحكم وأنتم بخير. رمضان نعم. كريم للشعب السوري. نعم. للتأكيد 24 نيسان. تماما. 24 تماماً. نيسان كانت عام 1915. وجل من لا يخطئ. صحيح. هلا بالبداية بدنا نعايد حضرتك بالشهر الفضيل. إن شاء الله كل عام وأنت بخير. بدنا نقول إنه دائما الأرمن وغير الأرمن اللي عاشوا بسوريا هن جزء من النسيج السوري والشعب السوري. ونحن أيضا نستذكر أيضا هيدي الذكرى اللي هي حزينة على قلوبنا، هي المذبحة الأرمنية اللي ارتكبها الأتراك. ما أنا غريبة على الأتراك يعني أكيد الإجرام، ولكن خلينا نحن نذكر بهيدي المذبحة، نذكر بكمية الإجرام اللي طلع من الأتراك. بداية يجب علينا أن التوصيف يجب أن يكون أدق. تفضل. ما ارتكب بحق الأرمن ليست عملية مجازر أو مذابح، وإنما هي جريدة إبادة جنس. صحيح. نعم. ولهذا نحن نصور دوما على استخدام مصطلح الإبادة. ونعلم نحن أن البرلمان السوري، مجلس الشعب السوري، عندما أدان هذه الجريمة في هذا العام بخطوة مشكورة، استخدم هذا المصطلح العلمي وهو الإبادة الجماعية. نعم، نعرف منك هذا المصطلح. تماما. لأن التوصيف الجرمي بهذه الحالة يختلف ما بين مذابح وما بين أحداث مؤسفة وما بين الإبادة. عندما نقول إبادة نتكلم عن جريمة مكتملة الأركان ارتكبت بحق الشعب الأرمني. هذا الشعب خسر أكثر من 1.5 مليون من مكوناته البشرية، بالإضافة إلى ذلك الإبادة الأرمنية هي إبادة متعددة الوجوه. هي ليست فقط عملية قتل للإنسان، قتل 1.5 مليون وأكثر من 1.5 مليون أرمني خلال فترة 40 سنة. نعم. نحن نتكلم عن ما بين معاهدتي سان ستيفانو وبرلين 1878 عفوا حتى معاهدة لوزان 1923. صح. الذروة كانت في عام 1915. نتكلم عن سلسلة من المذابح وسلسلة من إرهاب الدولة ارتكبت بحق الشعب الأرمني. ذروة هذه الجرائم كانت عام 1915 يوم 24 نيسان، عندما تم تهجير وقتل أكثر من 1.5 مليون أرمني. وهي عملية متعددة الوجوه باعتبار أنها ليست فقط قتل للمكون البشري، والفرادة في هذه الإبادة بأنها ليست عملية قتل للإنسان فقط، إنما الشعب الأرمني كانت خسارته مزدوجة. الشعب الأرمني خسر مكونه البشري 1.5 مليون إنسان، بالإضافة إلى خسارة وطنه، خسر أرض نعم. أجداده التي عاش عليها لأكثر من 3000 عام. وهي وجريمة الإبادة الأرمنية متعددة الوجوه، تضم الإبادة البشرية والإبادة الاقتصادية والإبادة الثقافية، سأتكلم عنها لحظة. نعم نعم. دول كانت شريكة مع العثمانيين بهي الجريمة. خلينا نحكي اليوم عن أهمية استذكار هذا التاريخ. مثل ما ذكرت حضرتك من شوي، مجلس الشعب السوري أدان هي الجريمة. قديش اليوم الأشخاص يلي ما كانوا واعيين على هذيك الفترة، قديش المهم نضل نتذكر هذا التاريخ؟ طبعا شعار الاحتفالات المئوية للإبادة الأرمنية كان أتذكر وأطالب. عندما نحن نتذكر هذا الحدث ونطالب بإدانة هذا الحدث، هذا الفعل ما هو فعل ينطلق من منطلقات ذاتية، وإنما من منطلق إنساني شمولي. لماذا؟ لأن مرتكبي جريمة إبادة الأرمن وحلفائهم، سأتكلم الآن عن الحلفاء. الحلفاء في تلك الفترة كان حليفة الدولة العثمانية كانوا الألمان. عندما لم تدان هذه الجريمة
ولم يعاقب مرتكبو هذه الجريمة، تجرأ الألمان أنفسهم حلفاء تركيا في الحرب العالمية الأولى على ممارسة نفس هذه الأفعال على شعوب أوروبا الشرقية. والغريب في هذا الموضوع يوجد الكثير من العوامل المشتركة ما بين الدولتين المتحالفتين في فترتين زمنيتين منفصلتين. نعم. ونفس الكوادر التي شاركت في الإبادة الأرمنية لاحقا الحرب العالمية الثانية استفادوا من الخبرات التي كسبوها في الإبادة الأرمنية بارتكاب الإبادة في أوروبا الشرقية. نعم. سأعطيكم بعض الأمثلة. نعم. فضل. كبار مستشاري الجيش العثماني، كبار مستشاري أنور باشا كانوا من الألمان، منهم ليمان فون ساندرز، الجنرال ليمان فون ساندرز، منهم فون بابن، منهم المارشال فون سيخت، ومنهم والأشد سوءا بينهم عريف، كان يوجد عريف في الجيش التركي اسمه هيس الألماني، شارك في الإبادة الأرمنية ونقل تجربته نفسها في الحرب العالمية الثانية. هذا الرجل كان مدير لمعتقل أوفتشيس المشهور الذي أويد فيه العديد من سكان أوروبا الشرقية، وفي مرحلة لاحقة هذا مجرم الحرب نفسه وهذا الذي شارك في الإبادة الأرمنية تحول إلى مدير للمعسكرات الاعتقال النازية أو نائب مدير معسكرات النازية في ألمانيا كلها عام 1944. إذن عندما نطالب بإدانة هذه الجريمة نحن ننطلق من منطلق شمولي، لأن مرتكبو الإبادات مستقبلا في القرن العشرين يعني النازيين بمرحلة لاحقة، الهوتو في رواندا عام 1994 استخدموا نفس هذه التجارب وأعادوها بصورة أخرى. مثلا عندما نتكلم عن غرف الغاز في ألمانيا، القتل بواسطة الغاز، هل تعلمين بأن أول غرفة قتل غاز في التاريخ كانت هنا في سوريا، وتحديدا في الجزيرة السورية بالقرب من بلدة شدادة 80 كيلومتر عن شدادة. نعم. عندما جاء العثمانيين الأتراك أو جيش العثماني وحصر العديد من الأرمن في كهف وقتلوهم بواسطة الغاز، أحرقوا النار والنار يعطي غاز ثاني أكسيد الكربون، الناس يعني مثلوا فيهم أبشع الجرائم، وهذه الأفعال تكررت. صحيح. نعم دكتور، خلينا نحن هلأ نحكي سوريا السباقة دوما في إعلاء صوت الحق والحقيقة، ومثل ما بنعرف سوريا يعني الداعمة لجميع القضايا، وخلينا نخص القضية الأرمنية اللي كانت طرحت في مجلس الشعب وتم المناقشة فيها، هي موضوع الإبادة، يمكن استبدلنا مصطلح المذبحة بالإبادة. طبيعي. خلينا نحكي شو موقفكم أنتو ك يعني نسيج من النسيج السوري بأنه سوريا أو الصوت يعني يدين كل ما هو مجرم وخاصة جرائم الأتراك. سوريا دوما عبر تاريخها كانت دوما مواقفها دوما مع الحق ومع الإنسانية، دوما هذا مبدأ سوري عام، لكن بالحالة الأرمنية القانون كان عبارة عن تتويج لذاكرة سورية أصيلة موجودة بذاكرة الذاتية للشعب السوري. الشعب السوري هو أول من شهد على هذه الإبادة، فقوافل الأرمن كانت المهجرين تأتي إلى حلب، ومن حلب تذهب باتجاه ثلاثة محاور، المحور الأول عبر رأس العين باتجاه الشرق، المحور الثاني حلب السلامية دير الزور، والمحور الثالث إلى الصحراء الجنوبية السورية. الشعب السوري هو أول من رأى وأدان هذه الجرائم أو هذه جريمة الإبادة الأرمنية. نعم نعم. السوري نعم. فايز غصين، السوري فايز هو أول من وصف هذه الإبادة في كتابه المشهور المذابح بأرمينيا في عام 1917، والملفت للنظر بأن مصطلح الإبادة أول من استخدمه في اللغة العربية هو المحامي السوري فايز غصين. إذن هي ليست حالة غريبة، هي نعم. ليست حالة نعم. طارئة، وإنما هذا القرار كان تتويج أو عبارة عن تأطير لذاكرة شعبية سورية أصيلة موجودة في ضمير كل إنسان سوري،
ولكن هذه الذاكرة كانت بحاجة إلى تأطير وإلى إخراجها للعلن عبر قرار شجاع. هذا القرار الشجاع صدر في عن هذه القيادة، عن مجلس الشعب السوري، عن القيادة السورية بلحظة تاريخية معينة ب 13/2/2020 اتخذ هذا القرار الجريء، صحيح، بإدانة هذه الجريمة، بتوصيفها كجريمة بداية ومن ثم بإدانتها والمطالبة بمعاقبة مرتكبيها. إذا هي عبارة عن خطوة تاريخية وهي أعتقد الأولى على المستوى الوطن العربي، سيكون لها أصداءها على مستوى الرأي العام العربي، أنا متأكد من هذا الكلام. مشكورة الدولة، مشكور الشعب السوري، مشكورة القيادة السورية. نعم، بالختام أكيد سيبقى الأرمن جزء مهم من النسيج السوري. مع حضرتك ذكرنا الإبادة الأرمنية اللي كانت ب 24 نيسان عام 1915. بدنا نتشكر وجودك الدكتور سركيس برونسوزيان لوجودك معنا. شكرا للإخبارية السورية، الإخبارية السورية هي دوما صوت الحق.